يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. صلاةً تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جدد اللقاء بكم وبكنا من جديد على مائدة القرآن ومائدة حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن يتقبل منا جميعا. وعيد مبارك سعيد، وإن تأخرت وقد جاءت متأخرة، ولا نقول كما قال لي بعضهم في بداية رمضان، قلت له رمضان المبارك، قال لا يجوز يا سيدي، فقد سمعت من يقول بأن هذا أو هذه التهنئة بدعة، لأن البركة لا تنسب إلى رمضان، وهذا من الجهل بالله تعالى والجهل بالتوحيد، فالشرك وهم والتوحيد فهم. أن تساب الأفعال والأقوال إلى غير الله تعالى مجازاً يجوز، ما المانع من هذا؟ الله سبحانه وتعالى نسب الموت إلى ملك الموت وهو مخلوق، قل يتوفاكم ملك الموت، وقال تعالى في آية أخرى الله يتوفى الأنفس. إذن عندما نقصد السبب فإننا نقول قل يتوفاكم ملك الموت، وعندما نقصد المسبب فإننا نقول الله يتوفى الأنفس. إذن قل يتوفاكم ملك الموت من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن الأمر يتعلق بالله تعالى، قال ذلك تأدبا. سيدنا عيسى أخبر الله تعالى بأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، يخلق حقيقة مجازا. جبريل عليه السلام قال للسيدة مريم، قال إنما أنا رسول ربك لأهب، نقرأ نحن لأهب في قراءة ليهب لك غلاما زكيا، ومن يهب الغلمان؟ الله سبحانه وتعالى، لأهب لك غلاما زكيا من باب المجاز فقط. ولهذا علماء اللغة يقولون ويتكلمون عن المجاز العقلي، علماء البلاغة حين يقول مثلا أنبات المطار الزرع، ما الذي ينبت حقيقة؟ الله. ولهذا علماء النحو يتكلمون عن الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي، مات زيدون، مات زيدون، والموت وقع على زيد،
لم يموت حقيقة بنفسه، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وقع عليهم الموت، ولكن هذا الفعل مجازي، هذا الفعل مجازي، تكسر الزجاج وقع عليه الفعل، يا هناك فاعل حقيقي وفاعل مجازي. هكذا سيدنا سليمان يتصرف كذلك يعني في الكون بإذن من الله سبحانه وتعالى، يعني خصائص هي خاصة بالله تعالى نسبت إلى المخلوق، يتصرف في الريح سخرت له الجن، يتكلم مع النمل وهكذا. بل أكثر من هذا أن القرآن أثبت النفع للمخلوقات لا على وجه الحقيقة وإنما على وجه المجاز، آباؤكم أو أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعا. الله تعالى يخبر بأنه هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، تأكيد من باب العقيدة نقول الله هو الرزاق لا خلاف في هذا. وفي القرآن فارزقوهم منه، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذن هذه أعمال تنسب إلى المخلوقات من باب المجاز، وإلا فإن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، فلا ضير. فلهذا لا ينبغي أن نتشدد في بعض الألفاظ إذا صحت النية وصح القصد، وهكذا يعني الأدلة كثيرة في هذا الباب، وقد تكلمت ولله الحمد عن هذه المسألة في شرح للحكم العطائية، ربما في الحكمة الثالثة تكلمت عن هذه العلاقات يعني التي ذكرها علماؤنا رضي الله عنهم، والكلام في هذا يطول ويخرجنا عن المقصود. وعلى كل حال عيد مبارك سعيد، كيفما أرادوا بالكتاب والسنة واللغة والبيان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يتقبل منكم هذه الخطوات. قال الناظم رحمه الله، نرجع إلى مصنفنا، قال فصل: وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما إذا تغير بنجس طرح أو طهير لعادة قد صلح، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرط فمطلق كالذئب. وقفنا ها هنا عند مباحث الطهارة، والطهارة عرفها علماؤنا رحمه الله بتعاريف كثيرة، فقد عرفها ابن عرفة قال: صفة توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. قال: صفة توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، به أو فيه أو له. فالأوليان من خبث والآخرة من حدث. على كل حال ذكر بعض الحقائق، هناك حقائق أربع شرعية ذكرها المصنف رحمه الله، وذكر كذلك أضدادها مطابقة، وذكر البعض الآخر التزاما. لا نعول على هذا الشرح لأنه فيه ما فيه من لا أقول من التعقيد، لأن ابن عرفة رحمه الله من الفقهاء الكبار وتعاريفه صعبة، ونحن عن نسير على منهج من؟ منهج سيدي ابن عاشر رحمه الله الذي يقوم على التيسير ويقوم كذلك على الإيجاز والاختصار. فلهذا نترك تعريف ابن عرفة لنأخذ تعريف الإمام الدردير رحمه الله، أفضل في نظري والله تعالى أعلم، من باب التخفيف ومن باب التيسير. الإمام الدردير رحمه الله قال: الطهارة صفة حكمية، اكتبوا، الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو في حكم الخبث. قال رحمه الله: الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو في حكم الخبث. إذن عبر بقوله صفة، والصفة هي أعم من الأفعال. إذن الطهارة صفة حكمية، كتبتم
يستباح بها ما منع الحدث أو في حكم الخبث. فعبر بالصفة كما قلنا لأنها أعم من الفعل. والصفة لها معان كثيرة، تطلق عند اللغويين بمعنى النعت، وتطلق على المعنى القائم على الموصوف حسا أو عقلا، وتطلق كذلك على الأمر التقديري. إذا جاء الحكم إذا جاء يعني الخبث ترتب عليه الحكم. إذن قال علماؤنا الصفات فيها معنوية وفيها حسية، لأن قال صفات حكمية. الصفات عندنا منها ما هو معنوي ومنها ما هو حسي، فلهذا قال حكمية. فإذا قلت مثلا فلان شاعر، فلان عالم، فلان طاهر، هذه مسائل معنوية، مسائل معنوية لا تتعلق بالحس. مثلا فلان شاعر، فلان حكيم، فلان عليم، هذه صفات معنوية. فلهذا قال صفات حكمية، أي يحكم العقل بثبوتها وبتحصيلها. إذن الطهارة صفات حكمية، أي يحكم العقل بثبوتها وبتحصيلها. قال يستباح بها، أي يباح بهذه الطهارة، فيجوز الإقدام على الطهارة أو على العبادة، على الصلاة ونحوها إذا حصلت هذه الطهارة، ويمتنع التلبس عند المانع. إذن صفة حكمية، اتضح التعريف؟ صفة حكمية أي يحكم العقل بها. يستباح أي يباح بهذه الطهارة، ما منع؟ قال من حدث رحمه الله، من حدث، قالوا الحدث هو المنع المترتب على الأعضاء، وهذا عندكم في الشرح الصغير، إلا أن علماءنا رضي الله عنهم رفضوا هذا التعريف. علماؤنا رفضوا هذا الحد لأن فيه ما فيه من سوء الأدب مع الله، كما سيأتي إن شاء الله عندما نذكر كلام الشيخ ميارة رحمه الله. إذن ما هو الحدث؟ قالوا الحدث هو الوصف المانع للصلاة ونحوها، الحدث هو الوصف المانع للصلاة ونحوها، أو القائم كذلك لبعض الجسد، أو القائم لبعض الجسد، ويجب منه الوضوء، أو القائم لجميع الجسد ويجب منه الاغتسال. إذن الحدث هو المنع أو هو الوصف المانع للصلاة ونحوها، والذي يقوم على الجسد كله ويجب منه الاغتسال، ويجب أو القائم على بعض الجسد هذا يجب منه الوضوء، اتضح الأمر. أما الخبث فهو الوصف القائم على الأمر التقديري بعين النجاسة، على الأمر التقديري بعين النجاسة، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه وتوضيحه عند ذكر كلام الشيخ ميارة رحمه الله. ولهذا قالوا الطهارة على وجه الإجمال تنقسم إلى قسمين، إلى طهارة من حدث وإلى طهارة من خبث. طهارة عند أهل العلم تقسم إلى قسمين، إلى طهارة من حدث وإلى طهارة من خبث. فالطهارة من حدث تنقسم إلى أنواع ثلاثة، إلى الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى وإلى الطهارة الترابية. الآن أنا ألخص لكم بإذن الله تعالى ما ذكر وما تقرر عند علمائنا. إذن طهارة الحدث إلى كم تنقسم؟ إلى أنواع ثلاثة، إلى الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى والطهارة الترابية. إذن الطهارة الكبرى يجب منها الاغتسال، تكون بالاغتسال وتكون بالماء المطلق كما هو مقرر عند علمائنا، والذي يسمى عند العامة بالوضوء الأكبر، وسيفصل فيه الناظم رحمه الله.
مجيبه حيث نفاس الإزال، مغيبه كمرة بفرج الإزال، والأولان منعان وطعا إلى آخره. فتكلم رحمه الله في مباحث الاغتسال عما يمنع الحدث من الأفعال من العبادة كالصلاة مثلا وغير ذلك، وما يمنع كذلك ما تمنعه النجاسة، سيأتي تفصيل وبيانه إن شاء الله في وقته. والطهارة الصغرى هي الوضوء، الاغتسال بالماء، غسل أعضاء مخصوصة. أما الطهارة الكبرى هو أن نعمم الجسد بالماء، لا إشكال في هذا، وتعميم الجسد بالماء في الطهارة الكبرى. أما الطهارة الصغرى فهي غسل أعضاء مخصوصة كما سيأتي تعريف الوضوء في وقته بإذن الله تعالى. والطهارة الترابية تكون بدلاً عن الكبرى وعن الصغرى. الطهارة الترابية بالصعيد الطاهر عند فخذ الماء أو عند العجز عنه يسمى بالتيمم، وسيأتي الكلام عنه كذلك إن شاء الله تعالى في وقته. قال الناظم رحمه الله: لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة تيمما، إلى آخره. سيتكلم عن الطهارة البدنية التي تكون بدنا عن الوضوء وعن الاغتسال. فالأقسام أو الأنواع عندنا ثلاثة: طهارة كبرى، طهارة صغرى، والطهارة الترابية التي تكون بدنا عن الطهارتين. ولهذا اهتم الإسلام بالطهارة اهتماما عظيما كما أشرنا إلى ذلك سالفا، ولم يجعل الوسخ من الأسباب التي ينبغي أن يتلبس بها كما هي أو كما هو الشأن عند بعض الديانات الباطلة المنحرفة. وعندما أقول الديانات بمعنى المنهج، إلا فالدين عندنا واحد، إن الدين عند الله الإسلام، أما الشرائع فتختلف. نأخذ الديانات، هذا من الأخطاء الشائعة، الدين عندنا واحد أما الشرائع تختلف. فالدين الذي جاء به سيدنا آدم وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا نوح وجميع الأنبياء جميعهم، وكذلك ما جاء به المرسلون، فهو واحد الذي هو الإسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى. أما الشرائع فهي تختلف، شريعة سيدنا موسى ليست كشريعة سيدنا عيسى، ليست كشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجامعة التي جمعت كل شيء. نعم، فإذا لكم دينكم ولي دين بمعنى المنهج هنا. فهناك من يتقرب إلى معبوده بالوسخ في بعض الديانات، وليس هذا من ديننا، بل الإسلام جعل النظافة مما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هذا من أوصاف الصحابة ومن أوصاف المؤمنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذن الطهارة سبب توصلك إلى محبة الله، وهو شأن عظيم أن يحصل المؤمن على محبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلت بأن الإسلام اهتم بالطهارة اهتماما عظيما وأولاها عناية كبرى، والأمثلة على هذا كثيرة كثيرة. من ذلك أنه أمرنا بأن ننظف الجسد وأن نتطهر عند كل صلاة 5 مرات في يوم وليلة، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض الفوائد الطبية للوضوء التي ذكرها العلماء والأطباء في عصرنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فخمس مرات لا بد أن يتوضأ فيها الإنسان المؤمن إذا كان يصلي على الأقل، وربما قد يتوضأ إلى أكثر من ذلك. هذه عناية عظمى بالطهارة وبالنظافة. كذلك من مظاهر الاعتناء بالطهارة أن الله تعالى أمرنا أن نغتسل عند الجنابة، وكذلك عند الحيض بالنسبة للمرأة، وعند النفاس، وكذلك عند الدخول إلى الإسلام على رأي بعض العلماء: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. وكذلك أمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل على الأقل مرة في الأسبوع، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلمين أن يغتسل 7 مرات، في كل 7 مرات مرة يغسل رأسه وجسده على الأقل. كذلك من مظاهر العناية بالنظافة والطهارة في الإسلام أن الله تعالى وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بخصال الفطرة، فأمرنا بقص الشارب وبالاستعداد، وكذلك بنتف العانة وإزالة شعر العانة والإبط، وهكذا كما هي
كما هو مقرر عندنا في الحديث 50 من الفطرة، 50 من الفطرة. فذكر عليه الصلاة والسلام الختان والاستحداد ونفث الإبط وهكذا، وتقليم الأظافر، وذكر كذلك قص الشارب. وهذه عناية عظيمة بالطهارة. نحن نتكلم في زمان بعيد، كان هذه الأمور لا تخطر، هذه الأمور لا تخطر على بال هؤلاء الناس الذين عاشوا في تلك الأزمنة. ومع ذلك جعل الإسلام الطهارة من العبادة، فالذي يتطهر يتقرب إلى الله تعالى بذلك، كأنه يصلي ويزكي ويصوم. فالطهارة إذن هي عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأكل ما كان طاهرا وما كان طيبا، ونهانا عن أكل الخبائث، فحرم الدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله، هكذا قرأت الآية. إذن هذا كله عناية بالطهارة، سواء تعلق بالأكل، سواء تعلق بالشرب، سواء تعلق بالممارسة، سواء تعلق بالعبادة. وكذلك أمرنا الإسلام أن نحافظ على البيئة وما يتعلق بها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يقول الله سبحانه وتعالى. بل في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أداب الحاجة، قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية في سنن أبي داود: اتقوا اللاعنين. سنفصل إن شاء الله تعالى في هذه الرواية، أي اتقوا اللاعنين، الأمرين الجالبين للعنة. فالذي مثلا أكرمكم الله يعني يتغوط أو يتبول، أكرمكم الله تعالى يعني في مكان في ظل الناس أو في طريقهم، فهذا الأمر يجلب له اللعنة، فالناس يلعنونه. فلهذا قلنا: اتقوا، ابتعدوا وتنزهوا عن هذه الأماكن، كما أمرنا أن نتنزه في الحديث الذي رواه الحاكم عن البول أكرمكم الله، وقال بأنه هو من عامة عذاب أهل القبر. فإذا الإنسان يتطهر ويتنظف. ولهذا قال الناظم رحمه الله: فصل، وتحصل الطهارة بما. الآن المصنف رحمه الله يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن أحكام الماء. إذن هذه الطهارة على وجه الإجمال ماذا قال؟ فصل، وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما، بمعنى إنما تحصل الطهارة في الشرع بالماء الذي سلم من التغير من أحد أوصافه الثلاثة. ما هي أوصاف الأوصاف الثلاثة عند أهل العلم؟ ما هي؟ من يذكرها؟ اللون من غير سنكر. إذن اللون والرائحة والطعم. قالوا الرائحة من باب التجوز، وإلا الماء، الماء لا رائحة له. إذن هذه الأوصاف التي وقع عليها الاجتماع، فإذا تغير وصف هذه الأوصاف لا نستعمل ذلك الماء. على تفصيل ذكره الناظم رحمه الله. نعم، لهذا قال: فصل، وتحصل الطهارة بما. ماذا قال؟ فصل، وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما. فنكر شيء بأي شيء، ثم فصل وبين ووضح، فقال: إذا تغير بأمر نجس وبنجاسة فإنه لا يصلح للعادة ولا للعبادة. أما إذا تغير بشيء طاهر كلبنين أو دقيقين أو زيتين مثلا، فإنه يصلح ماذا؟ يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. هذا قول المالكية في هذا الباب، وهناك من وافقه من أهل العلم، وسأذكر الأدلة في هذا الباب. إذن الماء الذي نتوضأ به ونستعمله في العبادة وفي الطهارة ينبغي أن يكون سالما من التغيير أي شيء. لهذا نكر شيئا، ألا يتغير لونه ولا تتغير رائحته ولا طعمه. فإذا تغير فلا يصلح هذا الماء. إذا تغير بطاهرين استعمله في عادتنا في شؤوننا، أما إذا تغير بنجسين فإنه يطرح. ثم استثنى إلا إذا لزمه في الغالب ما يلازم مثلا الماء في مياه الآبار أو العيون من الطحلوب أو من يعني مثلا نجد الماء الأحمر، الطين الأحمر مثلا في بعض المياه، هذا لا بأس للمشقات
الواردة في هذا، سيأتي إن شاء الله بيانه وذكر الأدلة في هذا. نعم. إذن المصنف رحمه الله تكلم هنا عن ماذا؟ عن الماء، عنوان كبير أحكام المياه. إذا أردنا أن نعنون يعني متن ابن عاشر فإننا نقول عنوان كبير أحكام الماء. عنوان تحت هذا العنوان أقسام المياه، أقسام المياه من حيث صحة التطهر بها. إذن عندنا عنوان كبير عريض أحكام المياه، وعندنا عنوان آخر تحته أقسام المياه من حيث التطهر أو من حيث صحة التطهر بها. هذا القسم الأول. العنوان الثاني الصغير أقسام المياه من حيث النهي عنها، حيث النهي عن التطهر بها. إذن نحن بإذن الله تعالى وتوفيقه ومدده نسير في هذا الشرح معتمدين على الطريقة القديمة وعلى الطريقة الحديثة. كتبتم. إذن الطهارة كما سبق وأن بينا تنقسم باعتبار إلى طهارة الحدث وطهارة من الخبث، إلى الطهارة من الحدث ومن الخبث. بالنسبة للمياه علماؤنا رضي الله عنهم قالوا الطهارة لا تكون إلا بالماء المطلق، بالماء المطلق. ما هو الماء المطلق عند علمائنا؟ هو الباقي على أصل خلقته كما خلقه الله سبحانه وتعالى. إذن العبادة تكون بالماء الطهور وهو الماء المطلق الذي بقي على أصل خلقته ولم يتغير. ولهذا قال فصل وتحصل الطهارة بماء، بماء الطهور، سيأتي إن شاء الله تفسيره عند ذكر كلام الشيخ ميارة. واقسموه إلى قسمين، إلى المياه السماوية وإلى المياه الأرضية. أنا أحاول إن شاء الله بهذه العناوين أن نجمع ما تفرق عند علمائنا. هناك مياه سماوية ومياه أرضية، هذه تقسيمات من باب التمثيل ومن باب البيان فقط ليست بوحي. إذن المياه السماوية تدخل فيها خمسة أنواع، خمسة أنواع. المطار والذي جاء في القرآن بتعبير يأتي يسمى بماء السماء. إذن عندنا المطر وعندنا الثلج وعندنا البرد، اعتبروا لي، وعندنا الجليد وعندنا الندى إذا جمع من أوراق الشجر. إذن هذه مياه سماوية فيها أنواع خمسة. الماء الذي ينزل من السماء يسمى بالماء الطهور الماء المطلق، كذلك الثلج إذا ذاب والبرد والجليد، هذه مياه سماوية. وهناك مياه أرضية، مياه أرضية، والأقسام فيها أربعة، الأقسام أربعة. إذن عندنا العيون وعندنا الآبار وعندنا الأنهار. إذن عندنا العيون والآبار والأنهار. نعم أربعة، العيون والآبار والأنهار. كلامكم الله. فين الرابعة؟ وعندنا البحار. هذه مياه أرضية. إذن الدليل على جواز التطهر
بالمياه الأولى أن الله تعالى قال وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. الرجز هنا بالزاي لا بالسين. أذكر أبياتا في هذا الباب، الرجز بالسين أربعة يا إخواني لو أن الناب وأنا هذان ومن يقنت يا ربي فلا تنساني. هذا مما حفظناه عن شيوخنا لسنوات، يعني يساعدونك على الحفظ وعلى التمييز ما بين الرجز بالسين والرجز بالزاي. فأربعة يا إخواني، الرجز بالسين أربعة يا إخواني، هذا يسمى عندهم بالأنصاص. العادة عندنا في المغرب عندما يحفظ الطالب القرآن فإن الشيخ يكتب له بعض الأبيات تساعده على التمييز بين في رسم القرآن وفي عد بعض الآي، وكذلك حتى في التمييز في بعض الآيات. يريدون ليطفئوا، يريدون أن يطفئوا، فيساعدون بهذه الأبيات. الرجس بالسين أربعة يا إخواني لو أننا، هم يشيرون فقط إلى بداية التمون أو بداية الربوع، هذه العادة عندنا. لو أننا بوأنا، هذا ما حفظناه لسنوات حضر الآن، لو أننا بوأنا هذان يعني أنعام، وهذان في الحج، هذان خصمان، هذان ومن يقنت الأحزاب، ومن يقنت يا ربي فلا تنساني. إذن الله تعالى امتن علينا بنزول هذا الماء الذي أنزله من السماء ولحكمة بالغة، فإن الله تعالى جعل بعض الخصائص في الماء حتى يمكن لنا أن نعيش، ولولا هذه الخصائص لما استطاع أن يعيش أي كائن على وجه الأرض. فالحياة مرتبطة بالماء، قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الماء من تدبره وتأمله وتأمل في خاصيته يدل على معرفة الله، على توحيد الله تعالى. والآيات التي تدل على الله تعالى متنوعة، هناك آيات كونية، آيات تكوينية، آيات قرآنية، الكل يدل على الله، الكل يعرف بالله تعالى. آيات كونية خلقه سبحانه وتعالى، التكوين يعني خلقه، هذا خلق الله أي مخلوقه. والآيات التكوينية فعله، إذا عندنا آيات كونية كن فيكون، الآيات يعني ما نراه من الخلق الذي خلقه الله، فما من عظمة إلا تدل على العظيم، وما من حكمة إلا تدل على الحكيم. والآيات التكوينية فعله سبحانه وتعالى، ماذا فعل بالمجرمين بالمتقين بالمؤمنين بالطائعين. والآيات القرآنية كلامه سبحانه وتعالى. إذا حد الآيات القرآنية تدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحد الآيات التكوينية فعله، حدها النظر. وحد الآيات الكونية التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا نتيجة هذا التفكر، ثمرة التفكر في خلق الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إذا هذا الماء هو سبب وجود الحياة على كوكبنا، بل من أغرب ما قرأت في بعض الموسوعات العلمية قالوا ينزل في كل ثانية حصرا في كل ثانية 16 طن من الماء على مستوى الكرة الأرضية في كل ثانية واحدة. هذا فضل الله. لهذا قال الله تعالى وفي السماء رزقكم، إشارة هذه، رزقنا في السماء في هذا المطر الذي ينزل من السماء منه سبحانه وتعالى، هو الذي أنعم به علينا. فإذا نزول الماء يتجلى فيه اسم الله تعالى اللطيف، فهو لطيف
بعباده سبحانه وتعالى. ومن خاصيته أنه يتمدد إذا وصل إلى درجة مثلا زائد 4 يعني من الدرجات فيتمدد. ولولا هذه الخاصية لما وجدنا الآن نحن في هذا المسجد لمات ما على الأرض. ونحن نعلم أن ما من شيء يعني عرض للتسخين يتمدد ويتقلص عند التبريد. ومن خاصيته أنه تزيد كثافته. وتصوروا معي لو ازدادت كثافته فتتجمد البحار والمحيطات، وإذا تجمدت المحيطات لا يقع يعني تبخير الماء، تتجمد يعني البحار، فإذا انعدم تبخير الماء فإن الأمطار لا تنزل، لا يمكن لها أن تنزل، وإذا لم ينزل الماء فإذا هناك الموت. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الماء شيء عظيم، شيء جليل، ولهذا الناس يعني اهتموا به، بل إن الحروب الآن تقوم على الماء، ويتنبأ المتنبئون نسأل الله تعالى السلامة على وقوع حروب مستقبلية من أجل الماء. فلهذا قلت لكم بأن الشريعة الإسلامية اهتمت بهذا الأمر، بل جعلت الإسراف في الماء، جعلت يعني المغالاة في الماء من الإسراف، كما في حديث سيدنا سعد لما توضأ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الصرف يا سعد؟ قال يا رسول الله أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جاري. فإذا الماء هو سبيل للتطهير الشرعي، نتطهر بهذا الماء. هذا اهتم به علماؤنا رضي الله عنهم اهتماما عظيما. إذا القسم الأول يتعلق بمياه السماء، يدخل فيها ماء السماء. هناك بعض من يقول بأن المطر استعمله القرآن عند العدم، البعض استنبط هذا الاستنباط. إذا عندنا الثلج وعندنا البراد وعندنا كذلك الجليد وعندنا ماذا؟ النذى. هذا من باب ذكر المسألة، وإلا لا يقع هذا إلا ربما نادرا، قد يقع. ولهذا الشيخ خليل رحمه الله عرف الماء بقوله فقال ما يطلق عليه اسم ماء بلا قيدين. الشيخ خليل رحمه الله من أجل علمائنا في المذهب، ما يطلق عليه اسم ماء بلا قيدين. كيف؟ مثلا المسافر الذي يسافر إلى مكان ما، عندما يتلبس بالسفر ويترك أهله وموطنه فيحق له أن يأخذ برخص المسافر لأنه أصبح من المسافرين، فيجوز له مثلا أن يصلي الظهر ركعتين وأن يصلي العصر كذلك ركعتين والعشاء ركعتين، وكذلك أن يمسح عن الخفين للمدة المحددة للمسافر بخلاف المقيم. لما تلبس بالسفر أخذ هذا الوصف. فإذا ما يطلق عليه اسم ماء، هذا الكلام يخرج لنا المائعات كالزيوت مثلا واللبن مثلا، هذا لا يعد من المياه، لا يطلق عليه اسم ماء. وكذلك لما قال بلا قيد، الشيخ خليل رحمه الله قال بلا قيد، لماذا هذا الاستثناء ولماذا هذا التوضيح؟ حتى نخرج بعض المياه الأخرى التي تنسب إلى أشيائها كماء الورد مثلا، ماء الزهر مثلا، ما الزهر توضأ به لا يجوز، ماء الورد كذلك ليس بماء، لا يطلق عليه اسم الماء بالإضافة، ماء الورد مثلا. وكذلك قال بلا قيدين، قال الإمام الخرشي رحمه الله، ونقول الخرشي هذا من أول من تصدى لمشيخة الأزهر من العلماء الكبار، بعضهم ينطقه الخرشي حتى يقولون يعني في الأزهر الخرشي في كرشي من الطائف اللي يقولها، ولكن الصواب إن شاء الله الخرشي، هذا بفتح الخاء والراء. شرح كلام الشيخ خليل رحمه الله، شرحه وبينه، قال ويدخل فيما عرفه الناظم كذلك ما جاء يعني بيانا وتوضيحا، مثلا الذي ينسب إلى محله كماء السماء وماء البحار وماء كذلك الأنهار، فهذه يجوز أن نتوضأ بها. فإذا ما هنا يعني بيانية أو إضافة هنا بيانية.
فلذا قال ما يطلق على اسم مائين بلا قيدين، بلا قيد. فلا بد أن نعتني بالتعريفات. ما يتعلق بالقسم الثاني بالمياه الأرضية، العلماء ذكروا أدلة عامة وأدلة خاصة. من ذلك أنهم ذكروا الحديث الصحيح، أو ذكروا الآية أولا، أن الله تعالى قال يعني في القرآن: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فأطلق الماء. إذن الماء ما ينزل من السماء وما هو موجود. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. إذن هذه المياه التي هي في الآبار وفي يعني في العيون وفي الأنهار، يعني نتوضأ بها ونغتسل بها، نتخذها للعبادة ولعادتنا كذلك. كذلك استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبالمناسبة عندما نقول الماء كيف ما كان، كان عذبا أو ملحا، مثلا ماء البحر يجوز أن نتوضأ به، عذب أو فرات يجوز. قالوا الدليل على هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد وكذلك الإمام مالك، وهو في الصحيحين، حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. نعم. كذلك استدلوا بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد كذلك في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، بضم الباء، وبئر بضاعة كان فيه يعني من حياض النتني ومن لحوم الكلاب أكرمكم الله، ترمى فيها هذه الأمور، يعني الخرق التي يستعملها النساء من أجل الدم بسبب العادة، وكذلك يعني فيه ما فيه من لحم من لحوم الكلاب، ومن الأمور المثنى التي فيها من الروائح الكريهة. ولا يخطر ببالكم أن الصحابة أو الصحابيات الجليلات كانوا يرمون بتلك المساء في البئر، وإنما كما سيأتي إن شاء الله توضيحه، يرمى يعني في الخلاء، فتجري الأنهار وتجرف هذه الأمور فترمى يعني في البئر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذان الحديثان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، والحديث الثاني إن الماء لا ينجسه شيء، يحتاج منا إلى وقفات من حيث الأصول ومن حيث الدراية ومن حيث المقاصد. أترك هذا إن شاء الله تعالى إلى حصة مقبلة، يعني رحمة بكم وتخفيفا عليكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يفقهنا في ديننا، والله تعالى يقول الحق ويهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين. Thank you.